أعربت البارونة فيونا هاتسون الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن ببريطانيا عن إعجابها الشديد بالجهود المصرية المبذولة في مجال تمكين المرأة. جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون المستقبلية في هذا الإطار، وذلك بحضور السفير جاريت بايلي سفير بريطانيا في مصر والوفد المرافق لهما.